السنوات ضد نظام حسني مبارك تولى عشرات السنوات الماضيه واستمرت من خلال معلومات من قبل. ليه بتساليه هو بتسالينا انا؟ انا الروايه اللي نشرتها كثيرا احمد شهيد المحامي بتاع طهران وحيث الله بره بالكذب والتلفيق وتضليل الراي العام ونشر وقائع كاذبه واخفاء وقائع كان يجب ان يتقدم بها النيابه العامه طوال 15 شهر الماضي. سيادتك صراحه